كنقدم لكم لاله جوديا. والله الا خليتها عبيه ولا بيها. علم الله شنو مخبيه ليها هذه مسكينه ليام. حنا اليوم جينا طالبين راغبين فيك الزواج. المرأة اللي كنت تشوفيها كتكره شي واحد لدرجة الموت، عرفيها باللي كانت كتبغيه لدرجة الموت. حقي وحق امي اختي ما نقدرش نفرط فيه. بنت ليا في الطمع دير بعض الوي على كل شيء. قول لي دابا يا شنو غادي ندير؟ قسما بالله تا تخلص القديم والجديد. مازال نوريها شكون هي جوديا وعلاش قادة. نوعدكم مع السلسلة الجديدة جوديا قريبا على الأولى.